ابتدى وزير الدفاع لواء الركن محمد ناصر أحمد بما وصفها بنجاحات والانتصارات التي حققها منتسبو المنطقة العسكرية الأولى بسيئون في التصدي للإرهابيين وإفشال كمائنهم وتكبيدهم خسائر كبيرة. وحث وزير الدفاع لدى تفقده اليوم ومعه قائد المنطقة العسكرية الرابعة لواء الركن محمود الصبيحي اللواء وأحد 31 مدرع في معسكر الشهيد سالم قطن بعدن، حث الجنود على ضرورة تعزيز وحدة الصف القتالي والعمل بروح الفريق الواحد، منوها بدور وإسامات وحدات هذا اللواء في مواجهة عناصر الإرهاب وتطهير المناطق التي كانوا يتواجدون فيها في أبين وشبوة.